رجليش في شي واحد كيسوق الطوموبيل وقلت وريونا كيفاش كتسوق السيطره نتوما هرتوما اللي كتسوق وما كتبغوش تقول لنا كيفاش ديك العقليه ديال بوحد الشوره صاحبي وراك فشلتي اصاحبي من الاول علاش فشلتي اصاحبي علاش فشلتي اصاحبي علاش ما فيديكش اصاحبي نو ماشي انت اللي ما فايتش نقولش نتوما كاملين واحد 99.99 لوط اوف ماذر فاكرز بيان سور كاين بزاف ديال الدراري طفرانو في الهوب ما كندوش ما كنجمع كلشي كيجمع عليهم طفروا ما طفروش واحد 99.99 ما دير والو في حياته وعنده ديك الكالتر ديال ورا ما بغاوش يعلمونا ما بغاوش يوريونا زيد اجي نوريك اجي نوريك الصدر انا ما خصنيش نفشل على مالك شنو طاري بالسلامة حتى ما خصكش تفشل شكون اللي تابعك شكون اللي تابعك شكون اللي داير كاع المشكله هذا في حياتك شنو تابعك شنو تابعك ميتو هادو راه تقدر تسمع لهم ولكن جات تسمع لخونا اللي ما داير والو في حياته دابا دابا هي المشكله ديال بزاف الناس حتى هادي زيد عليها كتمشي كتشاور مع واحد خونا ما خاش تسمع ليه اصلا خاص كاع الا جا دوا دير بحال هكا دير بحال هكا وتهرب تهرب 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 تسدودنيك بحال هكا غير غير يجي يربو يدوي خاص تسدودنيك 99% ديال الناس اللي كتريح معاهم يوميا راهم بحال هكا باي دوي باي دوي 99% ديال الناس اللي كتريح معاهم راهم بحال هكا خاص يرجع يبغي يدوي يدوي دير هكا وتهرب اهرب يا معلم هرب 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 شنو تهرب هي هرب اجي تنجاب عظامك وجي تنجاب الانرجي ديالك ما تسنى لا سياسي ما تسنى حتى شي واحد ما تسنى حتى شي واحد في ديك البلاد ما تسنى حتى شي واحد حتى شي واحد ما يجي باش يعتقك اصلا فهمتي بلا ركزوا معايا الاخوان مزيان هاد اللايف هذا غادي ندوي سيريوسلي على حقيقه فهمتي تنشوف بزاف ديال الشباب تيتفلاو على راسهم تيضحكوا على راسهم داكشي ديال ام بغاوش يوريونا راه ما بغاش يورينا لا خصنا نشوف راه تتشوف راه تتشوفهم خدامين ولكن راه ما غادي دير والو في حياتك ما حد كتشوف راه ما حد كي كتشوف وراه واخا تشوفهم خدامين قدام عينيك وتشوفهم كيديروا الحاجه راه ما هادشي يعني غادي ديرها راه ما هادشي ديرها وما غادي دير حتى لعبه على حقيقه الا شفتي واحد تيدريبلي بكره وتيلعب بكره ما تيخليهاش طيح ما كيعنيش انك شفتيه يعني انه اوكي وريونا وريونا اش تيديروا هما كيديروها قدامك تيلعبوا بكره يعني راه هما ما تيخليش الكره طيح واش يعني ان الا عطينا الكره دي ديرها ما غاديش ديرها خاصك تهز الكره وتبقى تضربها وتطيحها واحد 1000 مره و2000 مره و3000 مره عاد تقدر دير شي حاجه قول لي يا اخي سيمو خلينا من الكره دوزنا شي حاجه اخرى يعني شفتي شي واحد مثلا انت سوقات الطوموبيله واش غير جيتي انا وصبت الطوموبيله ولا غير جيتي انت وصبتي الطوموبيله ولا لك انت باقي ما عندكش بيرمي ما كتسوقش الطوموبيله واش صحابك غير لا شفتي شي واحد كيسوق الطوموبيله وقلت وريونا كيفاش كتسوق السيطره نتوما هرتوما اللي كتسوق وما كتبغوش تقول لنا كيفاش ديك العقليه ديال بوحد الشوره صاحبي وريونا كيفاش تسوق راه واخا تشوف واخا تجلس حداه يسوق راه ما تفروش واخا يخليك جالس حداه 100 عام 100 سنه الله يتسناك انت غادي يعطيك 100 سنه تبقاي جالس حدايا انا حتى نموت ويجي واحد اخر تجلس حداه واحد 20 عام حتى يموت ويجي عاوتاني واحد اخر يجلس حتى مع حدا 40 عام حتى يموت ما تعلمش السوق خاصك تديماري الطوموبيله نتايا وتسكت ليك وتزيد وتسكت ليك وترونها وتجي دوز الفيتاس وما تسمع ديك قق ديال ما دوزتيش فوق الثوما وراك تشعل لهم برياج وهادي ترونها عاد تجي تعلم تسوق راه ما كاينش ورينا راه واخا تشوف راه ما خنحطك واخا نحطك حدا راه تبقى تشوف حتى الغدا ما غادي تشوف والو خصك تفشل العقليه اللي كتعلموها الدراري في المدرسه وفي داك الوسط في المغرب وفي حياتكم وريو راه صدر راه واخا يوريوك راه واخا يوريوك راه خاص انت تدخل وتفشل والشباب كامل 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 خويا سيمو قول لي شي حاجه ما باغيش نفشل فيها الساط هي انت ما باغيش تنجح راه ما يمكنش تنجح الا ما فشلتيش خويا سيمو بغيت شي حاجه نبداها صراحه ولكن خايف من الفشل هي وخايف انت تتعلم انا كنقول لك الا بغيتي تتعلم السوقان ديال الطوموبيله خاصك تفشل في دين ام الطوموبيله خاصك تفشلها وتسكت لك 100 مره وترونها ودوز الفيتاس ماشي فوقيتو وتسمع البواطه فيتاس وهي كتضحك وضرب لهم برياج ماشي فوقيتو وتخطفك الطوموبيل ودير ديك دد 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 وتسكت هادي عاوتاني بغيتي تعلم كره بلا ما تطيح لك خاص ديرها وتطيح 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 عاد تعلم اشنو اخر تشوف شي خونا كيشطح واعر في شي بلاصه كتقول واه هانت شفتيه ولكن راه تمشي دير بحال واحد دير اش الصاط راه ما تيعنيش ان وريونا انت شفتيها وورينا لك الله دوز ما غادي دير حتى لعبه معلم ما غادي دير حتى لعبه وخيرو دالي نحيد لك انا كاع هادشي اجي دابا معايا كتفرج فيا كتفرج فيا خليك كتشوف فيا دير بحال هكا انا نعطيك مثال سهل مثال سهل مثال بسيط دير بحال هكا الخوت بالرجوله ديرو كاملين بحال هكا هاد اللي تخليها بحال هكا هكا هذا هادو مجموعين خليهم بحال هكا اللي الاخرى دير لها بحال هكا كتشير لها هادي بحال هكا سامبل سامبل يلاه تعلم معايا غير هادي تعلم معايا غير هادي اجي نعرفك واعر ها انت دير هادي كتشير لهادي قلبها عاود قلبها عاود قلبها من الاول راك غلطت اصاط من الاول راك فشلتي اصاط من الاول علاش فشلتي اصاحبي علاش فشلتي اصاحبي علاش ما فيديكش اصاحبي نو ماشي انت اللي ما فيديكش يا معلم ذا فاكين شيت ان انت ما ميتريزيهاش
ما تتميتريزيش هاد الحاجه، عاد خاص تعلمها، خاص تفشل فيها. بحال اللي جيتي الكامبين الاولى ديال الفيسبوك ديالك وفشلتي، بحال اللي شديتي الكره المره الاولى ديالك وفشلتي، ولكن المشكله ديالك كتفشل كتقول صافي نمشي فحالي انا ما عارف. عاود ها هي حتى انا بديت سميتو هادي هاكو هادي هاكو. قلب 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 قلب، ما تقدرش ديرها، ما تقدرش ديرها. ماشي سهله، ماشي سهله الصاد، ماشي سهله. ماشي لان انت فاشل، لان خاصك تعطي راسك الوقت تجلس تعلم. ولكن ماشي نقولش نتوما كاملين، واحد 99.99 لوت اوف ماذر فاكرز بيان سور، كاين بزاف ديال الدراري طفرانو في الهوب ما كندوش ما كنجمع كلشي، كنجمع عليهم طفروا ما طفروش. واحد 99.99 ما دير والو في حياته وعنده ديك الكالتر ديال ورا ما بغاوش يعلمونا ما بغاوش يوريونا. زيد اجي نوريك، اجي نوريك حتى الهدي اللي درتي غير اجي نوريك شي حاجه اخرى. دير اجي هاكو قلب قلب، ما اجيش ديرها الصاد، ما اجيش تقدر ديرها. زيد بدا عاوتاني، زيد قلب قلب قلب، جوزها عاوتاني لهذا الشيء ودير اختها لهذا الشيء. اجي تلقى راسك كتخلي صباعك بحال هكا ولا كتخليهم طالعين بجوج كترونها. المهم في الاخر زيد ها هي قلب 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 قلب، ما سهلاش ما سهلاش ديرها. ماشي لان المشكل فيك نتايا، لان ما عطيتيش لراسك الوقت باش ديرها، ما عطيتيش لراسك الوقت، ما عطيتيش لراسك الوقت باش تعلم الحاجه باش ديرها. هذا الشيء هذا راه ساهل، هذا الشيء راه ساهل. وتخيل معايا انت باغي تعلم فيسبوك اد، تخيل معايا انت باغي تعلم الاي كوميرس، تخيل معايا انت باغي تعلم دي تكنيك ديال البيع، باغي تعلم دي تكنيك ديال البيع، باغي تعلم كيفاش تبيع للناس. ودا قريتي كتاب وانا ما صراحه ملي كنطبق داك الشيء اللي في دوك الكتوبه ما تيسهلش الله. واش انت صاحبي ما باقي الله باقي قريتي كتاب كي صحاب كتعلم تبيع؟ خاص تفشل 100000 مره، ماشي 100000 مره، خاص تفشل على الاقل واحد 100 مره. تمشي تحاول لبنادم تحاول تبيع ليه، وبيان سور داكشي كامل اللي قريتي كامل باقي كضرب مع راسك، وباقي كتلقى مشاكل باش تدوي مع الاخر، وباقي كيقول لك هاد السلعه عيانه وكتقول له لا راه واعره وهادي خطا في البيع. ما خاصش تقول له، واخا يقول لك انت كتبان لي حمار، خاص ما تقولش ليه لا ما متفقش معاك انا ماشي حمار، لانه في الاخر انت باغي بالثقافه ديالك القديمه انت باغي تربح المقاجمه، ولكن كاين اللي باغي يربح البيع. يعني بالثقافه ديال البيع اللي قال لك انا بالرجوله كتبان لي انت حمار، تقول له متفق معاك، ما عرفتش شنو اللي خلاك تقولها هكا. وهذيك الساعه يقدر يقول لك هو مثلا لا لان تعطلتوا عليا وكذا وما تعاملتوش معايا مزيان كذا، تقول لي متفق معاك. يعني هذا هو المشكل اللي خصنا نعالجوه. او بزاف الناس تيقولوا عليكم كذا كذا كذا، وتيقولوا عليكم عيانين في هذا وتتعطلوا في الديليفري، متفق معاك. ولا قد جيت لك الديليفري وصلك في 7 ايام مزيانه تشري، الا كان هذا هو المشكل نقدر نعالجوه معاك، ماشي كتضارب معاه، ما تجيش تقول ليه لا حنا واعرين وكنوصلوا في الوقت. ديجا الناس قالوا ليه راه السلعه ما كتوصلش في الوقت، ديجا الناس عاودوا ليه شي مشاكل، يعني ما عادش تبقى. وبيان سور هادشي ما عادش تعلمو من النهار الاول، وما عادش تمشي دير الكامبين ديالك الاولى في فيسبوك وانت ما قدرتيش دير حتى هكا، ما قدرتيش دير حتى هكا مقاده، ما قدرتيش ديرها، ما يمكنش دير فيسبوك من النهار الاول. بزاف الناس تيجي دابا مثلا تيجي تقول لك اخويا سيمو انا شفت واحد الدوره في اليوتيوب، تقدر تكون انت الدوره ديالي، او صراحه شفتها والله بديت واحد الحمله واجوتيت برودوي واحد وما صدقش ليا وقلت صافي راه حتى هادي ما صدق، غير هادي ما صدقاتش لك من الدقه الاولى، غير هادي غير هادي، نسى داكشي كان، غير هادي غير هادي غير هادي غير هادي ما تصدقش، هادي غير هادي. ولكن تيك انا ما دويت لك كاع العوامل الخارجيه ديال فيسبوك، الكومبيتيتورز المنافسين كذا، الروينه الترافيك، ناس اخرين هادو كيجيو واش يشري واش ما يشريوش، البرودوي واش يتمشى واش ما يتمشاش، ما دويتش معاك فاش. انا قلت لك جيب يديك اجي عندي نتايا، دير لي هكا قلبها هكا قلبها هكا، ما صدقاتش اصاط، ما صدقاتش لك بيان سور، بيان سور ما صدقاتش لك وما تصدقش لك اصاط. ماشي على حقيتاش انا واعر كتصدق ليا، على حقيتاش فاكين ترينينغ كدوزو عاد ولا اي حاجه كتريني عليها، اي حاجه كتريني عليها، هادي ترينيت عليها، على وليت كنتقنى. انت ملي تجي تبغي ديرها بحال هكا، ما هاديش نقول لك هكا قلبها للجهه الاخرى، قلبها للجهه الاخرى، قلبها للجهه الاخرى، قلبها للجهه الاخرى، ما هاديش ديرها. وتصور معايا هادي بهاد البساطه ما قدرتيش ديرها، تصور معايا هادي بهاد البساطه فشلتي فيها، كيفاش تنجح انت في فيسبوك اس؟ ماشي انا معناها ان ماستريت هادي، هادي ماسترات بالريبيتيشن، كنفشل وكنعاودها، كنت سيد تعلمها لي كنديرها هكا في نفس الوقيته. تنديرها تقول لها تتيت تما كتختيت تما، فهمتي؟ تيقول لها باجي من الاول يا راس الحمار، باجي غلط من الاول، دير صبعك هكا حمقتي لي يا راس اصاحبي، نزل هذاك الصبع، نزلو هذا، نزلو
هذا نزلو يلا بدا طن دابا طن دابا وليت كنتقنى غير هادي ما تقنهاش غير هادي ما اجيش تقنى يعني وبالتالي القضيه ماشي سهله يعني القضيه خصك تفشل يعني اشنا بغيتي تتعلم غير هادي لو بغيتي تتعلم غير هادي شنو خصك دير خصك تفشل وتفشل 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 وتبقى غادي وكتحسن غادي وكتحسن غادي وكتحسن غادي وكتحسن حتى تولي عندك شي حاجه اوتوماتيكيه شي حاجه ما عندكش فيها مشكله معلم حتى تولي اشنو شي حاجه ما عندكش فيها مشكل بحال هكاك انا عندي فيسبوك ادز ما عنديش فيه مشكل بحال هكاك بالنسبه لي الماركتينغ و وندير السيجمنتيشن ونعرف شكون هما الناس اللي غادي نتارجيتي وشكون هما الناس اللي غادي يكونوا انتريسي بهذا البرودوي وانا انتر وانا كدا داكش ما عنديش فيه مشكل معلاش ما ولاش عندي فيه مشكل على حقيقه درتو حتى طبت فيه ما واعر عليك حتى بشي حاجه وهذوك الخوت اللي كيتبوزاو عليك ولا شي ما واعر عليك حتى بشي حاجه بحال جا دار لك هاكو بحال جا وقلت واو اجي شوف هذا اجي نديرو والله ما قدرنا نديرو ناري ما قدرناش ما قدرناش ما قدرناش نديرو ناري ما قدرناش نديرو اصلا راه ماشي على حقاش هو التصوير عليكم شي حاجه بسيطه ماشي نتوما ما قدرتوش ديروها نتوما ما عطيتوش للحاجه الوقت باش تعلموها ما عطيتوش للحاجه الوقت باش تعلموها لان دابا الناس بزاف كيديروا في لي كوميرس بزاف ديال الشباب حاليا كيديروا في لي كوميرس واللي ما كيدير حتى شي حاجه عرفو ميت لان حاليا بحال قلتي الموجه كبيره غير جي يلصق وسير غير لصق وسير موجه لي كوميرس كبيره الاخوان حاليا سيرتو هذا العام هذا سيرتو هذا العام هذا الناس في كورونا خدامه سيرتو دابا مع كورونا خلاص سيرتو مع كورونا الفلوس كتشتت شحال هادي ما درتش اللايف من البداية ديال دخلتو في الحجر الصحي وداكشي صافي مابقيتش كندير اللايفات وداكشي صافي فهمتي على حقيداش شحال تيجي يقول لي اخويا السيمورا ما بقيتيش كدوي لنا على الاي كوميرس شحال هادي وكذا ما انا نبقى ندوي واش انا نبقى ندوي انا كنفكر واحد النهار غادي نستاد الانستغرام وغادي نستاد شي كلشي اصاحبي انا نبقى ندوي سالينا اصاحبي اللي قضى غلط قضى خصك انت تقضي وانت باقي كترجع للبدايات الفيلم وراه ما كيوريوناش داكشي اللي فيه المعنى راه كنطبقوا كاع داكشي اللي كيقولوا درت واحد الحمله شحال درتي من حمله طبقت طبقت كاع داكشي اللي كيقولوا راه ما صدقش ليا راه صرفت كذا وجبت يلاه بيعه وحده واخا شحال جربتي جربت كامبين وحده شحال من برودوي جربتي برودوي واحد ولعنه الله وعليك فشلتي ديجا فشلتي يعني مره واحده ما تبقاش تعاود تجي تعاود وعاود حتى الكامبين حتى يلاه يرضي عليك وعاود برودوي اخر حتى والله يرضي عليك بحال الكره كتعلم دريبلي بالكره ماشي دريبلي باش كيسميوها تلعب بالكره كطيح ليك تعاود تهز كطيح ليك تعاود تهز وغادي كنتي كدير بها جوج ضربات كطيح وليتي كدير بها ثلاثه كطيح وليتي بدا دير بها خمسه كطيح وليتي كتعيق وليتي كتعيق باللعبه وليتي كدير بها 10 تطيح وليتي كدير بها 20 وليتي تضرب حتى تدعيا هاكا كامل كلشي كيتعلم ماشي تقول لي بلا ما نفشلو بلا ما نفشلو از فاكين بولشيت السيطان حاليا راه القضيه سهله راه الاخوان اش اللي دايرين وتيشيفريو كيشيفريو غتكري ستور في يوكان غتهز برودوي الميثود شوف شوف كلشي كلشي شارحو في الشانيل ديالي في يوتيوب غتدخل يوتيوب تكتب سيمو لايف طلع لك الشانيل فيريفاي ديال الاولى مفيريفيا غتدخل ليها تلقى فيها فيديوهات تلقاني شارح داكشي من الاول حتى الاخر خاص تجلس طبق غادي تسيليكسيوني حتى الطريقه باش كنجيبو لي برودوي اللي مشيين شرحها لك والخوت خدموا بها وشيفروا بها غادي تمشى تطبق داكشي اللي كنشرح تما ياسر معاه خطوه بخطوه خطوه بخطوه خطوه بخطوه خطوه بخطوه مابقاش تنقز وغادي تفشل وغادي تشد واحد 10 ديال البرودوي كما كنشرح لك وغادي تمشي دير لهم فيسبوك ادز فيسبوك ادز وغادي تقاد لهم واحد الفيديو بسيط ديال 30 ثانيه ثلاثه ثواني اللقطات الحاسمه اللي كيشرحوا داك البرودوي غتحط ليه شي موسيقى عاديه تشدو تلوحوا في فيسبوك غتطلق ليه الادز تطلق الادز لداك البرودوي الناس اللي كيكليكيو تيمشيو للستور ديالك اليوكان الكونفرشن في يوكان طالعه غادي تبيع وغادي تشري غادي تبدا تتعلم غتبدا تتعلم غادي تجي البيعه الاولى الثانيه الثالثه غادي تعاود تيميتريز تبدا عاوتاني واحد البرودوي اخر غتبدا تفهم غتبدا تفهم وغادي تبدا غادي وكتعلم والدراري راه هكا باش بداو كيديروا الفلوس ماشي راه ما واش يعلمونا راه ما واش جبيت وريونا احنا تنوريوك يلا دير انا شرح لك كلشي باليوتيوب يلا دير وخا دير ما اجيش تصدق لك من المره الاولى كاين تعنكيش كاين المشاكل ولكن ما تيعنيش ان هادشي غادي تسمح في الحاجه بحال اللي قلتي شتي شي واحد كيلعب بكره مزيان ما كيخليهاش طيح باق 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 ما تيخليهاش طيح جيتي نتايا الصدر انا ما خصنيش نفشل على مالك شنو طاري بالسلامه حتى ما خصكش تفشل شكون اللي تابعك شكون اللي تابعك شكون اللي داير قاعد المشكله ده في حياتك شنو تابعك مازال شي ناس يقدروا يقول لك راه ما نقدرش ما عنديش الوقت ديال الخدمه ويلاه كنجي من الخدمه عندي المراه والولاد نعذروه واخا حتى هو ماشي معذور اتس اوكي ولكن انت باقي في حياتك باقي في البدايه حياتك راه الا ما فشلتيش راه الا ما عندكش الوقت باش تفشل وما عندكش
ما عندكش ولا بد خاص تخلي لراسك لا مارج ديال الفشل، خاص تعطي لراسك الوقت باش تفشل. راه الا ما فشلتيش ما غاديش تفرع معلم من الاخر. الناس اللي بالك داروا شي حاجه هما الناس اللي فشلوا. مول الفيسبوك حتى هو كيقولها، تيقول لك فشلنا ولا بغيتي تنجح في هذه الحياه خاص تعطي لراسك لا مارج ديال الفشل. وكلما عندك لا مارج ديال الفشل كثيره وعندك فين تفشل وترونها وكذا، كدير شي حاجه في حياتك. انا اليوم من هاد شحال من واحد تيقول لك خويا السيو هكذا علاش ما ديروش انت والمدام وليدات؟ صدر ما هي ما مسالياش خدامه، انا ما مساليش خدام. واش سالا صاحبي؟ على حقاش حنا كنستاشرو مع ناس، ما تبانش زول كنستاشرو مع الناس اللي اهل بالاستشاره. على حقاش لوط اوف ماذر فاكرز غتمشي عندهم غادي فاكيو لك حياتك، كتمشي عند الناس اللي ناجحين، ناس ناجحين، شي ناس بغيتي تكون بحالهم، فهمتي؟ يعني ما تسول شي خونا مرونة حياته تجيب شي تسول تقول لها شنو بان لك ندير وليدات، انا غادي فاكي لك حياتك باش تولي بحالو. فهمتي عند شي خونا واصل، شي خونا فهمتي حتى هو ملياردير راك في شيخ، عنده شي هليكوبتر كدا، عنده جوج وليدات كدا، تقول له شنو بان لك الصاد؟ يقول لك الصراحة خاي الولاد تيكونسوميو الوقت وكيكونسوميو كدا، وراه ما فكرت ندير الولاد حتى وصلت هاد المرحلة هادي في حياتي وكدا. الولاد راه ماشي شي حاجة، الولاد راه غادي يجي، ولكن راه المشكلة هي واش تقدر تعطيهم الوقت. يعني خليهم حتى لواحد المرحلة، لأن شوف كاين يا الولاد يا الخدمة بهاد الليفل هذا. من بعد ملي غادي توصل واحد المرحلة في الحياة بيان سور الانسان كيقلل من الخدمه، وداك الشيء ديك الساعه يقدر تعطي الوقت للوليدات وكذا والخدمه غدا وسميتو، هادو راه تقدر تسمع لهم. ولكن جات تسمع لخونا اللي ما داير والو في حياته، دابا هادي هي المشكله ديال بزاف د الناس، حتى هادي زيده عليه. كتمشي كتشاور مع واحد خونا ما خاصش تسمع ليه اصلا، خاص كاع الا جا دواد دير بحال هكا دير بحال هكا وتهرب تهرب 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 تسد ودنيك بحال هكا. غير يجي يهرب ويدوي خاص تسد ودنيك. 99% ديال الناس اللي كتريح معاهم يوميا راهم بحال هكا باي دوي باي دوي 99% ديال الناس اللي كتريح معاهم راهم بحال هكا. خاص يرجع يدوي يدوي دير هكا وتهرب. اهرب يا معلم، هرب هرب هرب. شنو تهرب؟ هي هرب، غادي تنجاب عظامك وغادي تنجاب الانرجي ديالك. على حقاش دوك خوتنا اللي كتريح معاهم لوزرز. واحسن حاجه ممكن تتعلم من شي واحد هي تمشي عند شي خونا كيبان لك عنده داك الشيء اللي باغي انت تولي، داك الشيء اللي باغي انت تولي كيبان لك راه هو. ماشي انت خونا تيمشي على موتور مع كامل الاحترام، تيمشي على موتور ومحنسر وساكن في دارة الكرا ومرون، وكتمشي عنده كتقول له الصاط زعما شنو كيبان لك نديرو شي بيزنس يتمشى؟ او هاد خونا هذا كون كان راه يقول راسو اصاحبي علاش كتسولو؟ علاش كتسولو؟ ولا كتمشي عنده كتقول له شنو بان لك انا باغي نتزوج؟ الصاط هذا فاشل اصاحبي، هو براسو ما مزوجش ولا مزوج ومرون وعايش شي حياه مرونه وتتسولو اصاحبي. سير عند الناس اللي كيبانوا لك داروا شي حاجه. اتس اوكي تفاهمنا، يعني ما تضيعش وقتك. على حقيقه لوط اوف ماذر فاكر سيرتو في الواب المغربي كلشي كيدوي، كلشي كيدوي، اللي دار واللي ما دار، واللي دايرين قلال اللي كيدويو بيان سور، قلال اللي دايرين وكيدويو، فهمتي؟ قلال بزاف، الاكثريه تما كيدوي. ومع كامل الاحترام ماشي زعما كان تقول كان كلاشيهم ولا كندكهم، على حقيقه هذا يكون واحد المستوى حقير اصلا، فهمتي؟ ديال كان كلاشيهم اجي نكون انا حقير ديك الساعه، كان كلاشيهم ما والو، يقدر الا كنت كنقول لهم شي حاجه نقول لهم طلع النيفو بالرجوله، طلعني. على حقيقه بزاف كيدويو، ولكن راه الا جينا لحياته راه ما داير حتى لعب، فهمتي؟ راه يفتي لك في البيزنس وكذا ويقول لك شي هضره كبيره عليه حتى هو يسمعها وما داير حتى لعبه. وزعما تنقول انا القضيه هي راه ماشي تقول تان كلاشي، بالعكس بغينا نشوفوا، حنا بغينا نشوفوا بزاف الدراري كيافونسيو وكيديروا شي حاجه في حياتهم ومحركين حتى همايا. وبالعكس كاين 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 حاجه وحده باش ديك الدوله تتحرك، هي بزاف الناس يديروا شي حاجه، ما كاين حتى شي طريقه اخرى، فهمتي؟ ما كاينش عندك حتى شي امل اخر، وراه صافي فهمتي الهضره اللي كنت كنقول شحال هادي ما فيهاش ما نعاودها دابا، ما كاين حتى شي امل. ما تسنى لا سياسي، ما تسنى حتى شي واحد، ما تسنى حتى شي واحد في ديك البلاد، ما تسنى حتى شي واحد، حتى شي واحد ما جاي باش يعتقك اصلا، فهمتي؟ بلا ما صافي ما عندوش صافي، فهمتي؟ على حقاش ديما تنبغي ديما تنتشحن، ما تنقول خليني نساوك. على حقاش راه شوف كلشي بان سيرتو مع كورونا، كلشي بان سيرتو مع كورونا، راك عرفتو شكون اللي حاكمنا وكيفاش محكومين من الاخر، راكم عرفتو وفهمتو والفيلم راه باين. يعني فهمتي البلاد حاكمينها شي ناس كيضربوا على مصلحتهم، مع احترامي بيان سور ديما كنقولها، مع احترامي للمالك، على حقيقة انا عشت سيناريوهات ماليزيا راه ملكيه، تايلاند لا هي دابا ما فيها لا كورونا لا والو، عايش فيها وعايش فيها بخير وما كاين لا كورونا لا والو، ملكيه. وكثر من هذا الشيء هو الملك ديالهم في البدايه ديال الازمه ديال كورونا، في البدايه يعني في البدايه ملي الله بدات كورونا، جمع حوايجه وخدا البرايفت جيت ديالو، خدا طياره بريفي وحط فيها التيتيز ديالو وحط فيها فلوسه وتكل على الله، المانيا ريزيرفا واحد لوطيل، والى يومنا هذا مريح تما ما كاينش.
هادي كون دار احنا الملك ديالنا ما عرفتش شنو غادي نقولوا وشنو غادي يبداو شي ناس يدويو. هذا ملك ديال بلاد اللي غدا مزيان لان شاد دينار الرجال ماشي الشمايت، بان نجيك من الاخر، لان البلاد واخا مشى الملك كاين الرجال، حنا بالمالك ديالنا كاينين الشمايت، يعني كل ما كانش هو ما عرفش انا كيفاش غادي تكون ديك البلاد، غتكون كفس من هكا 100 مرامل بالرجوله. والله ما كاين عندك شي اختيار الا كانت غادي تكون كفس. المغرب كان بلا مالك غادي يكون كفس 1000 مره من اللي كتعيش دابا، لان خوتنا كيقلبوا غير ما يبيعوا ويشريوا ويضربوا على راسهم من الاخر، ورا كلشي باين. شوف بلا ما نبقى نحتاج فهمتي، تنقول خليني نساو انا. شوف راه شتي ما كاين ما حتى مصالح حتى قرار في صالحك. تايلاند الملك ما كاينش، سمح في ام البلاد، سمح فيها وزاد في حاله، وقت ما بغى يرجع مرحبا به، ما كاينش مشكل. الشعب ما فيهش ديك حنا فينا الهضره بزاف، كون حنا دارا ما عرفتش شنو كان داك الشعب عندنا، فينا الهضره بزاف. الملك ديال هنا ديال هاد البلاد فاش جالس جمع حويجاته، جمع الحريم ديالو، خدا طياره مشى دابا حاليا مريح في المانيا، مريح في واحد القصر سادو عليه في واحد لوطيل معروف ريزيرفاه كامل، ومريح حتى سالي كورونا ويرجع يحكمو. حنا راه خونا راه مريح معانا، وتتبان في صحته، انه عيان ومدكداك وكدا، وراه هذوك القرارات ودوك الروينه عند راه تبقانيش الدراسك. هنا هاد الناس هذوك تياخذوا القرارات ما كاين لا مالك لا والو، فهمتي؟ واحد الناس تيبان لك الغيره على البلاد. حنا بنادم كان تيفكر يبيع الخروف ديالو في العيد الكبير، شرشم دينا ام البلاد. بنادم عند فهمتي، بنادم بغا غير يدوز الدخول المدرسي صافي. المهم فهمتي، يا مصالح مصلحه تبع مصلحه، كيفاش ندوز مصلحتي بالرجوله هكا، كيفاش مسيره البلاد، كيفاش ندوز مصلحتي، وكلشي كيضرب على مصلحته وغاده بالرجوله. يعني كان يعني كيفاش كانت تكون بلا مالك، كانت الصلاه تكون واحد 1000 مره بير دين ما من هادشي اللي كنعيشو دابا من الاخر، فهمتي؟ هادشي اللي كاين اصلا، يعني فهمتي كتتاسف. هادشي ما تنبغيش على الاخوان ندوي بالرجوله، انك تاسف على بلاد اللي دايره بحال هكا صح، بلاد اللي ممكن كنا غاديين مزيان. كنت انا كنقول عندنا واحد الشهر، واخا تيبان ليا كاين بزاف ديال الروينه، تنقول خاصنا واحد الشهر يقدر نتحطوا في دوك الدول اللي سالينا مع كورونا، يقدروا حتى حنا نوليو بحال ماليزيا، واي نوت، يقدر حتى حنا نوليو بحال تايوان، يقدر حتى حنا نوليو بحال الفيتنام، حتى الفيتنام صاحبي دولة بسيطة درويشة حتى هي، يقدر حتى حنا نكونوا بحال تايلاند. كانت يبان ليا الفيلم جاي، ولكن ملي كتسمع طيارة جاو فيها ناس دخلوا للبلاد ونزلوا ومشاو للوزين ديال داسيا وطلعوا، شكون هما هادو؟ راه ما كاينش هاد الصلاحيه عند حتى واحد في هاد البلاد. هاد البلاد فاش مريح هيك بلادي على خد الحال، ما كاينش عند شي واحد هاد الصلاحيه ديال اللي جا كيتشد 14 يوم، بلوس ان المغاربه اللي رجعوا ما جلسوش 14 يوم، نزلوا كينزلوا مشاو دخلوا جابوا معاهم كورونا من برا. أم ديال الناس كانوا كونتاكتاوني شراو شواهد مزوره من اوكرانيا، اللي شاري شهاده مزوره من اوروبا ونزل بها المغرب، ماشي المشكل ديال داك المغربي اللي شاري شهاده مزوره، لانه ملي كيمشي كيبغي ياخذ شهاده في اللابوراتوار تيقول لك خصك تسنى 20 يوم سابقاك النوبه، وبالتالي هو باغي يرجع يدوز العيد الكبير، وانتم حالين العيد الكبير هو باغي يرجع مسكين، وصافي تما فين اتفاقات البلاد. لان شحال من واحد دابا تايلونديين كيرجعوا لتايلوند كيبقاو شادينهم في الحجر الصحي، النهار الاول ما كطلعش عنده كورونا، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع تلقاها كطلع عنده كورونا، النهار السابع، النهار التاسع، ولا كطلع نهار 13 هما يقولوا لا جي ردوا بلاد ما تلقوا حتى نهار 16. وبالتالي انت هما ديال المغاربه دخلت دقه وحده اصاحبي، دخلت دقه وحده قبل العيد ومشات من المطار، منهم الدراري صحابي صدموني انا ملي كنت نتواد معاهم في تايلاند. يا الله اخي عبدو اجرك الله، يا الله سي فرتلان، يا الله سي كريم اجرك الله اخويا، تنضحك معاهم يعني اجرك الله. هي جيت صيفطناهم من المغرب غادي تشدوا تما واحد 14 يوم، عاد غادي يخرجوا للشارع، عاد يشوفوا الحياه. ومن وراها مع وصلوا مع مصيفطين لي تصويره مريحين كيتقواو في المغرب، وفين اخاي السيمو شنو طاري الدراري شنو هذاك هو الحجر الصحي؟ لا اخاي السيمو ما كاين لا حجر صحي لا والو اصاحبي، داك الشيء بقى في الطيرون ده معلم، ومعاه نزلنا مع كدا مع باق مع خرجنا جدينا الطاكسي احنا مريحين هنايا كانت قهوه. لغت ليه الدراري تيبانوا لي مسافرين طنجه، لغت ليه تطوان، لغت ليه وات ذا فاك اصاحبي، راه يعني هادو دراري جاو من الطيرون، الطيرون ما فيهاش كورونا، مازال الدراري هادو نامنوهم. ولكن صاحبي واحد جي من اوكرانيا، واحد جي من فرنسا، واحد جي معنا نزل معاك كدا، وكنت سائلو لا المواطن غير ملتزم وكورونا تفرقعات كدا، ما عرفتش تصدق. المرة تنقول هاد الهضرة هادي وكندم صراحة، لأن هاديك البلاد ما بغاتش كلمة الحق،
ما بغات حتى واحد يسمع كلمه الحق، بغى اللي ينافق بالرجوله، بالرجوله حتى انتو حتى الشعب حتى هو بغى اللي ينافقوا ويقول له اه حنا المغاربه اتكشع في العالم، حنا جينا من راه في اخر اخر القطار في اخر الامم، ملكي ما بغاش حتى شي واحد يسمع هذه الحقيقه هذه، ما بغاش حتى شي واحد يسمع هذه الحقيقه، ما بغاش شي واحد يقول لي الحقيقه، يقول لي انت تصورتك في المرايه شفتي راسك حمار الصاد بالرجوله شفتي راسك، ما بغاش شي واحد يسمع هذه الهضره، ويسمع ديك الهضره تاع المجامل، حنا أذكى شعب في العالم، حنا واعرين، حنا حنا صار فكين بوشيت الصوت من الاخر، ولكن انت كتفتخر بشي انجازات اقتصاديه الصوت راه ماشي ديالك، احنا اول مصنع ديال كذا السيارات في الصوت داكشي ماشي ديالك، لما نبقى ندخل في التفاصيل داكشي انت خدام فيه، حنا داكشي ماشي ديالك الصوت، نتايا مستغلينك واحد الشركات وقاضيين بك غرض ونار ما تبقاش سوادي لا وحوك الصب، واش نبقى ندوي في التفاصيل تاع جمع ديالك باش تجي تعيق على جارك، الجزائر راه بحالنا بحال الصط، راه حتى داك الشعب اللي تما تنحتارمو هو كيحتارمنا، يقدر يكون مشكل ديال الحكومه تيدوز داكشي ولكن الشعب مع الشعب كتدخل كتلقى المطاحنات ما بين جوج شعوب اصاحبي، وراه بحالك بحالو ما الجزائر صبر كيتصل بيا الو الو واسيت المدير واسيت المدير انا اعطيني واحد 10 دقائق انا معاك الو عارفش كاين شي مشكل الاخوان anyway طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم الخوت بالرجوله سيروا خدموا خدمة إلا جيت تنفعك خدمة إلا جيت تنفعك وتخليك بكرامتك في ديك البلاد أنا ملي كنجي لديك البلاد كنعيش بكرامتي كنعيش مزيان كنعيش باخر ويا فاش أجي نعيش ويا فاش باقي أجي نكون مع كورونا حصلت هنايا وبقيت هنايا وكذا هاديك البلاد هي فاش أجي نكون الصاد وهاديك البلاد تتعيش فيها مخير إلا كان عندك رزقك ما تطلبش وكتخدم على راسك ومدخل صريفة هاديك البلاد كتعيش فيها راجل ولكن حاجة وحدة نقولها لك ماشي زعما إلا عشتي نتا راجل صحابك راك باخر حاول تعاون الناس اخرين بحال هذا الفيديو هذا اللي دار راه مريح فيه والو انا ما دخلش عليه بالمشاكل ما يدخلش عليه بالخير من الاخر ولكن كتقول واحد الناس توعيهم راه ما هذا الفيديو تادوب مستفد منهم حتى شي حاجه الاخوان ما مستفد منهم حتى شي لعبه على حقاش تقول لا تجري شهر يوكان يوكان يسوكي حتى شحال كنربحوا شحال كتربح يوكان كتربح 0.25 وشحال فيها من انجينيور وشحال فيها الصداع وشحال فيها كذا وبليس المغاربه ماشي هما المشكل اكبر شيفر في يوكان يعني فهمتي من الاخر انا دابا كندوب بالدارجه ماشي هما المشكل اكبر شيفر في يوكان وبالتالي فهمت ما بقاوش سميتو من الاخر صافي بالرجوله خصك تخدم الا بغيتي دير شي حاجه في ديك البلاد ولا بغيتي تكون عندك قيمه الا بغيتي تكون عندك قيمه في ديك البلاد خصك تخدم خصك دير رزقك لان ديك البلاد غنقول لك راه واخا عيانه ما كرهتش غدا نبدلها لك وندخل لك شي ثقافه جديده وشي مبادئ جداد ولكن المبدا ديال ديك البلاد هو قول لي شحال عندك نقول لك شكون انت بالرجوله بلا ما نبقى شوف تمنيت نجاملك نقول لك شي حاجه اخرى نقول لك شي واقع اخر ولكن انا راه كنقل لك الصوره راه كنجي تما راه كنعيش محتاره ماشي على حقاش ماشي على حقاش انا امام الشام علاش امام الشام راه كتعطي الدوله 600 درهم راه غير محتاره مؤخرا نسيت واحد البودي مؤخرا نسيت واحد البودي في الطوموبيله من دوك الناس اللي كيلبسوا الليموني مو كنتي تسمى نسيتو بنادم حتى تيصيفط ليا بالرجوله كون في لوتور وتشير لك امام الشام واش شوك فيه السؤال كيفاش نعرفوا راه امام الجامع ما عندوش شي لبسه موحده هنا عندهم لبسه موحده بالرجوله واش الامام الجامع عنده الاسبقيه في الطوبيس لا هذا عنده الاسبقيه في الطوبيس بالرجوله واش الامام الجامع عنده الاسبقيه في الطياره لا ما عندوش الاسبقيه في الطياره بالرجوله واش الامام الجامع عنده تخفيضات لا ما عندوش تخفيضات الامام الجامع ما احترمتوش الدوله ما عنده حتى شي حاجه باش نحترمو انا وباش نعرفو انا باش نعرفو انا بعدا باش نعرفو باش نحترمو نعرفو بعدا عاد نحترمو هادو ناس كيقدروهم تيحترموهم في الطياره هما الاولين بلايصهم ديما كاينين في الطوبيس ايفري كاين وير يو جو الناس هادو محترمين وبالتالي ما بقاش الدراري فهمتي انا تنحاول نوريك صورتك في المرايه يعني من الاخر باش تحترموك في ديك البلاد الا كنتي امام ديال الجامع حتى واحد ما يجي يتافك وحتى واحد ما يعرفك اصلا راك انت امام الشام ولكن الصاد غادي يحترموك اللي كان عندك القرش جاي هكا وعندك القرش غادي يحترموك يا معلم غادي يحترموك بزز ما كاينش شي خيار فهمتي ما كاينش هكا تبرمجوا
انا ما تنقولش لك راه زعما زوينين وكذا وسميتو، وهذا الشيء خاصو يكون للاسف، ماشي هذا الشيء اللي خاصو يكون، ولكن هذا الشيء اللي كاين. ومن احسن من احسن الحاجات اللي خاص تدير هي تعوم مع الموجه. الموجه اكو دايره، غتوقف ضدها غتضربك، غتركب مع الموجه، غتركب وتمشي، تركب هي خاصك دير صريفه، خاصك تدبر على راسك باش الا حصلتي تمشي تصوفي، تمشي هاكو دابا بحال هاد الازمه ديال كورونا، مرضتي تمشي تدي الوالده ديالك للسبيطار، مرضات الوالده ديالك تجي للسبيطار، مرضتي تقدر تمشي للسبيطار، ما طلعش دير لنا فيديوهات وداكشي ديال انا راني مريض والله يحسن العوان وكذا، والله يحسن العوان اللي الناس كيديروهم. اخوان راني كندوي وكنمرض، علاش كندوي؟ علاش؟ لاني يقدر شي واحد يستعمل هاد الهضره يقول لك كنكلاشي دوك الناس اللي كيطلعوا في فيديوهات. وانا كما كنقول ديما الاخوان راه ما غاراضي لا نكلاشي لا والو، راه كنتمنوا نشوفوا ديك البلاد بشكل حسن، راه ما باغيش نكلاشي الاخوان. راه الغرض ملي كندوي كندوي على قضيه ان راه بليز انت كون زوين، الله يرحم ليك الوالدين وخلينا من ديك العقليه ديال البراش. يعني بالرجوله خصك تصوفي. كيفاش خصك تصوفي؟ هاد الفيديو غادي يبقى مسيفي الا دخلتي معانا في النص ديالو. والله الله دابا غتلقاه مسيفي من ورا ما دين سلاتين دير ليه سيف، رجع عليه بليز وتفرج فيه. لحقاش راه قلت فيه كلشي، كلشي ممكن تعلم اي حاجه بغيتي. اعطي لراسك الوقت انك دي ديرها ودي تفشل ودي تفشل ودي تفشل ودي تميتريزيها. وكما شرحت لكم بالمثال ديالها هكا، الاخوان اللي ما كانوش معانا قلت لهم دير هكا، فدير هكا، دير لي يد هكا ودير لي يد الاخرى هكا، ويلا قلبها، دير هاد الشيء الاخر قلبها قلبها. ما تقدرش ديرها بيان سور، علاش؟ لان ما عمرك درتيها واول مره دي ديرها تفشل فيها. حاجه طبيعيه الفشل، حاجه طبيعيه، انت اول مره كديرها ما يمكنش تنجح فيها، وبالتالي خصك ديرها وديرها وديرها وديرها. يعني بغيتي تتعلم الاي كوميرس ولا اي حاجه اخرى كتعرف انها كدير الفلوس، الريسكي شنو هو الريسكين؟ سرق قلب بالرجوله، علاش؟ كاين بزاف ديال الناس اللي يسمعوا هذه الكلمه هذه فضل الله يقول لك شنو هو الريسك. انت عرفتي جاك الريسكين، جاك على كانتك فيه الفلوس ولا الادسنس اربيتريج، ولا بان لك انك راه كترجم مزيان، ممكن تخدم في فايفر، ممكن تحركها بشي حاجه، خاصك تمشي تفشل، خاصك تمشي تفشل وتفشل وتفشل وتحاول 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 حتى تميتريزيا. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. وسمحوا لنا على الطفوله هذه، غنطلق لي كومونتير شويه نقرا شي ناس ونودعكم. انا الخوت راني مرباه، راني مريح مرباه، دير هاد اللايف هذا الخوت يلاه طلعوا لي فراسكم. حمزه ام ريان رشيد تحياتي، امل الحامد، الاخوان طلعوا لي فراسكم، التوفيق لكم. وراه كما قلت لكم راه ساهله القضيه، غادي تمشي تفشل شويه. اللايف هو مسيفي، الناس اللي دخلوا حتى الاخر اللايف هو مسيفي. كانت 6000 اونلاين، تبارك الله عليكم، حتى لشي لايف اخر. وبين سور هذا اللايف هذا راه غادي ياثر على شي ناس، وشي ناس غادي يمشيو يبداو، غادي يولي ساهل انه تتقبل الفشل. ولا كنتي كتفشل، الا كنتي كتفشل شنو قلنا في هذا اللايف هذا؟ الا كنتي كتفشل راك في الطريق ديال الصواب، راك في الطريق باش تميتريزي الحاجه. انا الاخرانيه زقلتها، الاخرانيه زقلتها، راك في الطريق باش تميتريزي الحاجه. ما كنتيش كتفشل بالرجوله، راك حمار جالس بلاصتك من الاخر. ما شوف، ما عمرها تجي عندي اللايف غادي ندوي معاك زوين. حنا ماشي انا كن 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 كنبقاو نجاملوا عباد الله ونعطيهم الزوين، لان حنا في مؤخره القطار بالرجوله. ما كاينش علاش نقول لك زوين وحنا راه وعرش، هذيك الهضره كلها اصلا. جيتي هنايا غادي تاخذ جوج مسمنات، غادي تمشي في حالك، غادي تمشي فينا تمشي، غاتمشي تخدم فينا تمشي، غاتمشي تفشل اصلا. طلع ليا في راسك وبالتوفيق ليك، الله يعاونكم الاخوان، تنشوفكم في ساعه اخرى ان شاء الله.